كل اللي معاه فلوس يا ريتنا نتوجه للانتاج. مفيش دوله، الدول اللي هي شغاله في البورصه والذهب دي فاقت مرحله الانتاج عندها النهارده. ما في دوله عندها اكتفاء ذاتي اول في العالم، ولكن اذا ما كانش عندها اكتفاء ذاتي من الانتاج عندها اكتفاء ذاتي من العمله اللي تقدر توفر بيها المنتج او السلع اللي هي محتاجاها. فاللي انا محتاجه النهارده ان احنا ننتج، سواء في جزء واسهم في البورصه او الناس تبتدي تعمل مشاريع زي ما اتكلمنا قبل كده في بالظبط كده. فده هو اللي هيقوم البلد، وبعد كده المشاريع دي لما يطلع ثمارها الانتاج اللي هيحصل، المعروض هيزداد، الطلب هيقل، السعر هينخفض، وهيبقى في فايده للتصدير، عمله صعبه تدخل البلد، وكذلك يبقى من هنا بقى عندي استقرار اقتصادي واستقرار من الاستقرار الانتاجي وكذلك استقرار سياسي، واقدر اجيب الذهب اللي انا عايزه. بالعكس بعد كده الذهب المخزون بتاعي او المخزون هيزيد عندي تلقائيا وبارخص الاسعار. بس مش عايز اقول شكرا جزيلا.